أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سنبدأ بعون الله بتقنية إزالة أوجاع الرأس من القدمين. هناك تقنية سريعة وفورية إن شاء الله بحول الله بعون الله، طريقة طبيعية بإمكان أي شخص متعلم أو غير متعلم عنده خلفية علمية مسبقة أو لم يكن عنده علمية خلفية مسبقة بإمكانه أن يعالج أوجاع رأسه ويعالج كذلك أوجاع منوال. التقنية بسيطة، بإمكاننا استعمال اليد أو باستعمال القدمين. اليدين تكلمنا عنها، سنتكلم الآن على القدمين. طبعاً قلنا الرأس هو الأصابيع. الأصابيع. طبعاً الأصابيع وما تحتها، لأن قلنا الجمجمي، الأنف، الأربع أصابيع هن الأنف، الجيوب الأنفية، والاحتقانات الجيوب الأنفية. ليس هيك فقط، في عنا العينين بالأصبع الثاني والثالث، في عنا الأذنين بالأصبع الرابع والخامس، والوجه كله سوا هو خلف الأصابيع، كذلك يجب الاعتناء فيه. يعني يجب علينا فقط الاعتناء بأصابع القدمين. كيف يتم الاعتناء بأصابع القدمين؟ بسهولة جدا. نضع القليل من الماء أو من القليل من أي مواد الموجودة عنا بالبيت، إن كان في عنا كريم صغير، إن كان عنا زيت، إن كان عنا أي شيء، حتى بإمكاننا معالجة الوجع الرأس من دون أي شيء. ندلك القدم أول شيء لكي تستريح القدم والشخص يكون براحة. ننشر الكريم أو الماء أو العطر أو الزيت أو أي شيء لزج بهذا الشكل بأسلوب لا يرتاح. عندما ننتهي من هيدا نشر الكريم نقوم بهذه العملية البسيطة جدا وذلك خلاص. الآن انتهينا، بسيطة جدا. نبدأ بالقسم، أي رجل باليمين أو باليسرى، من أعلى الرأس بهيدا بالطرف اللحمي للضفر. يجب على كل إنسان قص ضفره قبل البدء بهذا الشكل. الآن يجب علينا الاستشعار بأشياء مزعجة أو أشياء سميكة نتوءة تحت اللحم، مثل ملح خشن أو حبابات صغيرة. لاحظي هون، أنا وجدت هلأ ضالتي. هدفنا نحن هو تفتيتها وطحنا. هلأ وجدنا هنا في الرقبة، يعني خلف الرأس ليس بالرقبة، أعلى الرقبة يعني بالجمجمة، شيء بالدهني. هنا في دهني. هيدي هون تعيق الدورة الدموية والجهاز العصبي عمله الطبيعي. سو يجب علينا وضع أصبعنا عليها وأخذ النفس. خذي نفس عميق. ويجب على المعالج أن كذلك يأخذ نفس لكي يرتاح. انتهينا. قعدنا عليها قديش؟ 10 ثواني بهايدي. نضغط بهيدا الشكل. هي هيدي النقطة صفى تدوب لحالها. إن لم تدوب لحالها بنعملها بهيدا الشكل هيك، نقوم بهيدا دلكة لكي نحميها. فقط نحميها. خلاص حميناها. وبعدين نستشعر فيها. خفي. هلا نضع الأصبع عليها. هيدي النقاط، إن نحن زلنا هيدي النقاط سوف تستشعرون بالعلاج بالراحة. الصداع النصفي، العملية كلها سوا هون المشكلة. لاحظ، إن كان أنا عندي خزنة فيها أموال ولا أعرف كيف أفتحها، لأن هناك كلمة سر. استعملت الحديد ما تفتح، استعملت الكسر ما تفتح. يأتي شخص بدقيقة واحدة يضع رقم السر تفتح. لذلك العلاج ليس بالعملية الجراحية وبالأدوية الكتير وبالمستشفى الكبيرة. عليك المعرفة النقاط. نقطة صغيرة فعلها كبير، بتخلي الوجع بالهواء يطير. لذلك أنا بحط هيدي هيك. خلص خفي. لاحظي خفي. يلي عنده وجع رأس شقيقة كذلك سينتهي إن شاء الله. يلي عدم النوم بالتأكيد سوف
يصير بينه أفضل على نفس النقطة دائماً. ننسى النقطة هون بس ننساش هاي بكل النقاط بدنا نشتغل على كل الأصابع. النقطة المريضة النقطة اللي فيها وجع أكثر نشتغل عليها أكثر. الفترة الزمنية 10 دقائق 10 دقائق ربع ساعة ربع ساعة أدي عندك وقت شغلي عليهم. بس يفضل ينو أنت حسب ريحتك لأن رجلك معي. بس علمياً والمعترف عليه دولياً إنه 10 دقائق ب10 دقائق أو 20 دقيقة ب20 دقيقة ماكسيمو 20 دقيقة 20 دقيقة كتير كمان. بس على بركة الله نشتغل كل يوم بإمكاننا العمل عليها كل يوم بتفيدنا منيح. قبل النوم بتخلي نومنا أفضل. هلا سوف نعمل بهيدا الشكل لكي بضفري أو بالطرف اللحمي. يجب أن يكون الضفر كمان ليس طويل كتير لأنه الآن لاحظوا الآن نفتح هون قاعدة قاعدة الأصبع الباهم بالقدم يجب علينا نفتحه خلص. هلا يجب علي تدويره رخي حالي تدويره. هلا في طريقة كمان إذا كان الأصبع الباهم هون لونه أحمر كتير نعمل عليه من الأعلى للأسفل هيدا هيك لكي نزيل الاحتقان لان هي المشكلة احتقان. هيدا الانبوب الماسورة المياه اللي حكينا عنها مغلقة احيانا مغلقة من الاعلى مغلقة من الاسفل او من الوسط علينا فتح الانبوب. هلا ان كان الاصبع لونه ابيض تستشعروا انه لونه ابيض وبارد كتير مشتغل من الاسفل للاعلى من الاسفل للاعلى. بس بغض النظر يجب العمل بكل الوسائل لكي نتأكد انه الانبوب مفتوح. هيدي الجهاز العصبي هون الأنابيب الأعصاب رؤوس الأعصاب والشرايين والأوردة مغلقة. لماذا تغلق؟ قلنا بطبيعة الجذبية الأوساخ تأتي إلى الأسفل. أحيانا أوساخ كتير هموم الحياة أكل معجون أسنان عند الصبح في 16 مواد ليس هيك المواد الحافظة اللي منكلها المكياج اللي منحطه الصابون أشياء كتيرة هلا ليس في طبيعي لا صعب كتير يكون في طبيعي. لذلك الجسم ماذا يتحمل يرميهون إلى الأسفل بطبيعة الجذبية. الآن انتهينا من أصبع الكبير نذهب إلى باقي الأصابع بهذا الشكل. ونحن هدفنا ليس فقط مشي الأصبع هدفنا البحث على أشياء مغلقة. ها الآن هنا لا يوجد شيء. ها وجدنا شيء حسيت فيه حسيتيها؟ الآن ما حسيتين بلا أنا حسيت فيه انتهى. كان مال شيء مال يعني مغلق فيه راح كان مكفوه راح انتهينا كمان نفس الفكرة. أبحث أنا بفكري على أشياء مغلقة لا توجد هون هون فرجيني كمان لا توجد. المشكلة كلها سوا كانت بالأصبع الكبير لأنه الدماغ. الآن نمطط الأصابع نمططنا الأصابع بهذا الشكل كل أصبع من دوره. هيدا نقاط قلنا وجع الرأس عرفنا هيدا نقاط وجع الرأس. هلأ ننتقل للقدم الأخرى. القدم الأخرى يجب علينا تحميل الأصابع بهذا الشكل منحمي الأصابع. إن كانوا فين حرارة كتير ما في داعي نحميهم. إن كان في برودة كمان بدنا نحميهم لكي نعم. نأخذ من الأسفل للأعلى. نحن نبحث الآن عن أي شيء مغلق. وجد ضالتي أنا هنا شيء مغلق بالجوانب. يجب علينا العمل على كل الأصبع. الآن كذلك نفس الفكرة طبعا نفس الفكرة. يجب علينا فتح كل المسارات كل النقاط. أوكي خلينا نشوف الرقبة. أها وجدنا ضالتنا الكبيرة هنا بالرقبة. هي المشكلة أنت عندك مشكلة بالرقبة أبدا بس بالرأس؟ بالرأس طيب. هايدي هون أعلى الرأس شي يعني الفاصل بين الرأس والجمجمة. أي سو هيدا الأنابيب مغلقة. الآن سنفتحها نحط أصبعنا عليها. أنا بحط أصبعي الباهين. بإمكانك تحط أصبعك السبابة أو أصبعك الوسطى أي أصبعك بيريح المعالج
نحط الاصبع وخلص. بطلب منك تتنفسي وانا بتنفس معي، انت بتتنفسي لكي ترتاحي وتيسري الجسم والدوره الدمويه، وانا بتنفس لكي ارتاح لان عم بشتغل باصبعي. سو نفس الفكره كمان هون، بحط اصبعي على هيدي النقطه. قديش المده؟ ما في مده، حسب يعني 20 ثانية، 10 ثواني، 7 ثواني، حسب النقطة. نقطة كبيرة في مثل دهن كبيرة أقطع، وعلينا تدفئتها تحميتها. لأن إذا أنا عندي سمن سمنة يعني بدك تطبخي، يجب عليك تسويح السمنة كي تصبح سائل، عليك وضع الحرارة. الآن هون كمان في هدفنا، لاحظي هون، ليك سبحان الله دهني كبيرة هيدي. هلا انا وضعت اصبعي على الدهن، دهن عارف الدهن تحت الجلد، هيدا هون مغلق كل المسارات حتى الدم ما يوصل. بيوصل الدم بس عم بيوصل بطريقه دفع، هيدي بتاثر على القلب، ليس هيك فقط، ما القلب عم بيضخهم. طيب لأن هناك رقبة شنو؟ رقبة. هذه هون لا جمجمة. يعني هون الرقبة. لحظي. هذه هون هذه الجمجمة كلها نهاية الجمجمة. الرقبة تحت. النقطة التي وجدت. أنت هي هون ما بين الجمجمة والرقبة، يعني هون. وقف. هلا أنت وجع راسك من هون فوق. بس هي هون مغلق، هون مغلقة. أعطي رد فعل لفوق. هلا إذا كان في وجع كتير، لحظي في وجع كتير. يعني تحملي هيدي لكل أوجاع الرأس. هيدي ليست لعبة، هيدي علاج. خلاص ها يا حوي. هلا هون هلا ما زالت، هلا عدهني مثل حميد بس فتحت. سو خلينا نريح لأن في وجع كتير، يو نتركه. ليس كل شيء بدنا نعالج كل شيء، لا نتوقع أن تذهب كل الدهون بجلسة واحدة، رجلنا معنا. ولكي صارت هيدي اصبحت الدهن كبيره، اخذت سنين وايام عندك، لذلك نصبر عليها اكثر. كمان فتحنا، كمان نعملها بهيدا الشكل مستديرة. نذهب الى الاصبع التالي، كمان طبعا نحن الان نقوم بالوجه، بالجيوب الانفيه، لانه وجه راس، نحن كله بالجمجمة، يجب علينا العمل على الجمجمة. كمان نفس الفكرة. القليل على الأذنين لأنه هني بالرأس، ومن ثم على العينين بهذا الشكل الأفقي، شكل أفقي. أوكي، قليل من تحت. أوكي هلا كذلك نفس الفكرة. هلا ما بين الأصابع، في أشخاص تسألني شو هي النقاط هنا؟ الدم وجهاز الليمفاوي، الليمف يعني هيدا سائل بالدم ليسر الدم، يعني لزج، هو شفاف ليسر الدم. سو كذلك كمان هيدا الدم ليطلع على الدماغ، نو هوني تحت الغدة الدرقية. كمان نحن هيدا فتحناهم، خلينا ننزل هلا بهيدا الشكل. كمان منمططهم، خلص منحركهم، كمان منحرك هيدا الانكل يعني المفصل، لان هون نزلناهم خليه يتيسر الدم للاعلى. القليل من التدليك على باقي الرجل يكفي. دائما اعطي رساله موضحه. معظم الاشخاص عندما يعالجون يعملون على القدم كلها، من الاسفل للاعلى، الجوانب والظهر. هنا صار الدماغ عم تعطيه عمل كبير، يستريح الشخص، ولكن ليست افاده ضئيله جدا. عندما تركز رسالة، يعني أنا اسمي محمد، ميم حا ميم ديل، إذا أضفت الله قاف وراء أفضل ما يصير، يجب عليها إعطاء العمل عمله. أوكي.